بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايبي ان شاء الله هناخد سيشن جديده في الترايجونومتري للسكندري 1 في الفيرست تير. هناخد فيها الاسم ترايجونومتريك فانكشنز، تمام؟ طيب ان شاء الله الاسم ده اللي هو ترايجونومتريك فانكشنز هنقسمه على تو بارتس. البارت بتاعت النهارده ان شاء الله هناخد فيها ترايجونومتريك فانكشنز اللي هي البيزكس اللي احنا كنا واخدينها قبل كده، وهناخد كمان معاها ايه اللي ريسيبروكلز اللي هي المقلوبات بتاعتها. طيب وفي السيشن اللي جاي ان شاء الله في بارت 2 هناخد فيها ايه اللي هناخد فيها الساينز بتاعت الترايجونومتريك فانكشنز، وهناخد الترايجونومتريك فانكشنز اوف سبيشال انجلز. السبيشال انجلز زي ايه؟ ال 30 وال 60 وال 90 وهكذا، تمام؟ طيب يا سيدي نبدا ان شاء الله على بركه الله النهارده. ناخد مين؟ ناخد ترايجونومتريك فانكشنز بارت 1. انا مثلا لو انا عندي انجل زي اللي قدامي دي اسمها سيتا موجوده في رايت ترينجل، وقال لي اداني السايد ده عباره عن 3 والسايد ده 4، وقال لي طبعا الهايبوتنس اللي هو صاد الرايت انجل هيبقى بكام؟ قال لي 5. ده عن طريق بايثاغورس، نظريه فيثاغورس. طيب لو انا دلوقتي حبيت اجيب الساين والكوزين والتان، الحاجات دي احنا واخدينها قبل كده بس نفتكرها تاني. الساين ايكوال ايه؟ قال الاوبوزيت اوفر الهايبوتنس. طيب الاوبوزيت، الاوبوزيت للانجل بتاعتي اللي اسمها السيتا اهو اللي هو 3، فبقى عندي من هنا 3 اوفر الهايبوتنس عندي كده كده بكام؟ ثابت ب 5، بقول 3 اوفر 5. طب جميل، لو انا حبيت اجيب الكوزين للانجل سيتا، فانا اقول له الانجل سيتا ديت اهي الكوزين ايكوال الادجيسنت اللي هو السايد اللي جنبها اللي هو 4، يبقى اقول له 4 اوفر الهايبوتنس هنا بكام؟ قال لي 5، يبقى اقول له 4 اوفر 5. طب لو انا حبيت اجيب التان، فانا اقول له التان ايكوال الاوبوزيت اللي هو 3، تمام؟ يبقى اقول له ايكوال 3 اوفر الادجيسنت اللي هو السايد اللي جنبها اللي هو هنا بكام؟ قال لي 4، يبقى اقول له 3 اوفر 4. لحد هنا كلام جميل ما اقدرش اقول حاجه عنه. الكلام ده كله بتاع مين؟ بتاع السنه اللي فاتت. الحاجات بقى بتاعت السنه دي هناخد ايه؟ قال لي هاخد معايا 3 trigonometric functions تانيين اللي هم مين؟ قال لي الكوسيك والسيك والكوتان، او ممكن نقولهم سيك كوسيك كوتان. طيب ايه هي بقى السيك او الكوسيك والكوتان؟ هقول لك يا سيدي، بص هو انا عندي دلوقتي الكوسيك دي بتساوي ايه؟ قال لي والله دي بتساوي 1 over sin theta equal ايه؟ هقول له 1 اوفر الساين. اوفر مين؟ اوفر الساين. طب جميل، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو حبيت اجيب الكوسيك بتاعت الانجل سيتا هعمل ايه؟ اللي شايف اللي قدامك ده المفروض ان انا بقول له ايكوال 1 اوفر، بدل اوفر ديت ممكن اعملها ديفايد كده 3 اوفر 5، تمام؟ الله، فممكن كمان احول ال1 هيفضل ثابت زي ما هو، الديفايد تتحول لمالتبلاي واشقلب ده فيبقى 5 اوفر 3. ف1 مالتبلاي 5 اوفر 3 قال هتطلع لي 5 اوفر 3. فقال لي بدل ما اقول الحيره دي كلها، انا لو عندي الساين سيتا ايكوال 3 اوفر 5 على طول حبيت اجيب الكوسيك، قال لي لا ثانيه هاتين نعمل ايه؟ قال لي الموضوع سهل، هاتين نبدلها بس مش اقلبها، فهتبقى عباره عن ايه؟ قال لي 5 اوفر 3 على طول، هتبقى مين 5 اوفر 3؟ يبقى تاني لو اداني ساين سيتا قال لي الكوسيك هي عباره عن 1 اوفر ساين، فهتبقى مين؟ هتاخد ال 5 اوفر 3، بدل ما هنا 3 اوفر 5 لا هتبقى دي 5 اوفر 3. طب الكوساين سيتا احنا طلعناها ب 4 اوفر 5، قال لي السك ايكوال مين؟ قال لي ايكوال 1 اوفر كوزاين سيتا، كوزاين مين؟ سيتا. طيب جميل، انا عندي نفس النظام، لو الكوزاين ب 4 اوفر 5 قال لي دي ريسبيركبلز، اعمل ايه؟ قال لي والله ابدلها، فهتبقى بدل ما 4 اوفر 5 هتبقى عباره عن 5 اوفر 4، تمام؟ هيبقى انا عندي من هنا ريسبيركلز اللي هي بتاعتها هتبقى بدل ما 4 اوفر 5 هتبقى مين؟ 5 اوفر 4. طب لو انا حبيت، انا عندي التان طبعا ب 3 اوفر 4، لو حبيت اجيب الكوتان اعمل ايه؟ قال لي شقلبها فهتبقى عباره عن 4 اوفر 3، تمام؟ لحد هنا كلام جميل. يبقى تاني عشان اعرف كل واحده وافرق ما بينهم هقول لك سهله، انا عندي الساين بتبدا باس، الكوزين بتبدا بسي، يبقى انا لما يكون عندي ساين من الساين بدايتها اس خد اللي فيها سي، والكوزين فيها سي خد اللي اولها اس، يبقى تاني الساين اولها اس خد اللي اولها المقلوب بتاعها يبقى مين؟ قال لي خد اللي اولها سي، والكوزين اولها سي خد اللي اولها مين هنا؟ اس. طب التان عكسها طبعا او المقلوب بتاعها هيبقى مين؟ هيبقى الكوتان. فانها كده ازاي؟ يعني التان والكوتان دول سالين. وطبعا احنا كنا واخدين قبل كده ان الساين هي او التان سيتا عباره عن مين؟ ايكوال الساين اوفر كوزين. طب لو انا حبيت اجيب الكوتان هتبقى عباره عن كوزين سيتا اوفر مين؟ هقول له اوفر الساين سيتا، اوفر مين؟ ساين سيتا. فانها كده ازاي يا شباب؟ نروح للي بعده. بعد كده ان شاء الله هناخد حاجه تانية عندنا النهارده وهي اسمها ايه؟ العباره عن اليونت سيركل. طيب ايه هي اليونت سيركل ده او الديفينيشن بتاعها؟
اليونت سيركل دي اسمها ايه؟ اللي بيقول لي ذا سيركل اوف ذا سنتر ات ذا اوريجن بوينت ويل اند اتس ريديوس ايكوال 1 يونت لينث او 1 يونت اوف لينث. يعني ايه؟ قال لي ده عباره عن سيركل البوينت بتاعتها او السنتر بتاعها عباره عن مين؟ قال عباره عن الاوريجن بوينت. الاوريجن بوينت اللي هي عباره عن مين؟ قال 0 0 تمام. قال اه طيب. وبعد كده يا سيدي قال لي عباره اتس ريديوس، الريديوس بتاعها اللي هو من اول السنتر لحد اي بوينت موجوده فين؟ قال لي اي بوينت موجوده على السيركل مالها؟ قال لي والله دي المسافه بتاعته ده او اللينث بتاعه عباره عن 1 لينث يونت، يونت واحده. طيب يا سيدي انا عايز استفاد ايه او ايه اللي انا هطلعه من هنا؟ قال لي والله مش انا اي بوينت موجوده على السيركل هنا فدي لها كوردينيتس. قال اه اللي هما مين؟ قال لي اكس وواي صح ولا لا؟ قال لي اي بوينت موجوده عندي في اي كوردينيتس هنا هتبقى مين؟ قال عباره عن الاكس والواي. طب يا سيدي فدي معناها ايه؟ قال لي معناها ان انا مشيت هنا على الاكس اكسس ده مسافه قد ديت بكام؟ قال والله مشيت كده اكس صح ولا لا؟ الله يبقى انا مشيت هنا اكس. بعد كده قال لي وطلعت فوق واي، وطلعت فوق لحد هنا كام؟ قال لي واي مسافه واي. يبقى انا من هنا عملت ايه؟ قال لي ممكن اعمل رايت تراينجل. يبقى تاني انا مشيت مسافه هنا اكس ومشيت هنا مسافه واي صح؟ الله. فانا من هنا عملت مين؟ قال عملت رايت تراينجل. طيب ايه اللي استفادوا بقى كمان؟ قال لي يا سيدي مش انا عندي السايد ده احنا لسه قايلين ان هو الريديوس عباره عن 1 لينث يونت. الله. طب ما انا ممكن من نظريه بايثاغورس او نظريه فيثاغورس اعمل ايه؟ هقول له مش المفروض ان السايد ده تو ذا باور 2 بلس السايد ده تو ذا باور 2 يدينا 1؟ الله جميل. يبقى انا عندي من هنا المفروض ان استفاد ان الاكس تو ذا باور 2 بلس واي تو ذا باور 2 ايكوالز ايه؟ قال ايكوالز 1. وركز قوي معايا في الحته دي، ده قانون مهم لازم نفهمه. طيب بعد كده يا سيدي ايه تاني اللي انا عاوز اعرفه؟ قال لي بص، قال لي لو انا عملت هنا انجل دي سميتها سيتا، فانا لو حبيت اجيب ساين سيتا هعمل ايه؟ اقول له ايكوال الاوبوزيت اهو ثانيه ايكوال مين؟ هقول له الاوبوزيت اوفر المين؟ الهايبوتنس. طيب الاوبوزيت قال لي بواي، اوفر الهايبوتنس هنا بكام؟ قال لي ب1. يعني كانها بالظبط بقول له واي اوفر 1 اللي هي بكام؟ اللي هي واي. يبقى الواي ده ملوش لازمه. طب لو انا حبيت اجيب الكوزين تاني اجيب الكوزين، الكوزين ايكوال ايه؟ ادي السيتا اهي، الكوزين ايكوال الادجيسنت اوفر الهايبوتنس. طيب الادجيسنت هنا مين؟ قال لي الاكس، يبقى اقول له ايكوال اكس اوفر الهايبوتنس اللي هو ب1. طب اكس اوفر 1 اللي هي هيطلع لي بكام؟ قال لي باكس. يبقى انا عندي دي خلاص بات اكس. تمام كده يا شباب. طيب اللي بعدها لو انا حبيت اجيب التان اقول له تان سيتا ايكوال مين؟ المفروض الاوبوزيت اهو ايكوال الاوبوزيت للزاويه بتاعت الانجل بتاعت اللي هي سيتا اوفر هنا مين؟ الاوفر ادجيسنت، يعني واي اوفر الاكس. يبقى اقول له من هنا ايكوالز واي اوفر اكس. طيب جميل. انا لو ركزت معايا هنا الاكس كانت عباره عن مين؟ قال اللي هي عباره عن هنا الاكس كوردينيت والواي اللي هي الواي كوردينيت. قال يعني انا ممكن اشيل الواي ده اهي اللي هي هنا دي واحط مكانها ساين سيتا؟ قال اه. يبقى انا من هنا ممكن اغير شكل الكوردينيتس ليه؟ قال لي والله مش انا عندي الاكس هتبقى عباره عن مين؟ قال لي كوزين سيتا. خلاص يبقى انا ممكن اكتب هنا في الاول هنا واقول له ده عباره عن الكوزين سيتا. طب والسكند كوردينيت؟ قال لي والله ده هو الواي، والواي هنا طلعت لي بكام؟ قال لي بساين سيتا. ساين مين سيتا؟ طب مش انا عندي يا سيدي لسه قايل لك ان المفروض دي كانت عباره عن الاكس ودي كانت عباره عن الواي؟ اه. طب ما انا لسه قايل لك ان الاكس تو ذا باور 2 بلس واي تو ذا باور 2 يدينا كام؟ 1 اهو. انا عندي اكس تو ذا باور 2 بلس واي تو ذا باور 2 يدينا 1. يعني معنى كده ممكن اقول له ان الكوزين تو ذا باور 2 سيتا بلس ساين تو ذا باور 2 سيتا يدينا كام برضو؟ هيدينا 1. فهمنا الحته دي يا شباب؟ طيب اهم حاجه عندي اللي انا عايزك تركز عليها ان انا عندي بقول له الاولاني تو ذا باور 2 بلس الثاني تو ذا باور 2 يدينا 1، وين الكوزين دي مكان الاكس والساين ده مكان مين؟ مكان الواي. فهمناها كده ازاي؟ طب نروح ناخد بقى اكزامبلز كلها، كل الاكزامبلز اللي جايه ان شاء الله على الفكره دي. هنا مثلا يا سيدي بقول لو انا عندي، بقول لي لو انا عندي البوينت بتاعتي اللي هي عباره عن 3 و4 3 اوفر 5 و4 اوفر 5 مالها؟ اللي بلونجز تو ذا سيركل او ذا يونت سيركل. طيب بقول انا عاوز مين؟ قال انا عاوز الساين والكوزين والتان. فانا هقول لك الساين هي عباره عن مين؟ قال السكند كوردينيت اللي هو هنا مين؟ قال 4 اوفر 5 ما انا لسه قايل لك اللي هي الواي. طب لو انا حبيت اجيب الكوزين قال لي الاولانيه الفيرست كوردينيت اللي هو مين؟ اللي هو الاكس اللي هو بكام؟ هقول له 3 اوفر 5. طب لو انا حبيت اجيب التان ثانيه انا لسه قايل لك التان هي عباره عن الساين اوفر الكوزين. طيب الساين هنا بكام؟ اهو ساين ب 4 اوفر 5. ركز بقى معايا. المفروض بقول له اوفر ثانيه كبيره كبيره خالص واقول له مين؟ قال لي 3 اوفر 5 صح؟ الله 3 اوفر 5. فبدل ما اعمل ديت لا، طب انا ممكن اعمل حاجه ثانيه اهو، او اعمل لها ديفايد كده واقول له 3 اوفر 5. فمن هنا ممكن اقول له كل ده ايكوال،
ال 4 اوفر 5 هتفضل ثابته زي ما هي 4 اوفر 5، ديفايد تتحول لمالتبلاي، بدل ما 3 اوفر 5 هيبقى عباره عن 5 اوفر 3، اشالب ده 5 تروح مع ال 5 يتفضل لي في الاخر قال لي 4 اوفر 3. يبقى انا من هنا طلعت لي بكام؟ 4 اوفر 3. طب ما انا ممكن اجيبها مره واحده ازاي؟ مش انا عندي ده بتاع الساين وده بتاع الكوزين؟ قال اه. طب ما انا ممكن اقول له على طول النمريتور اوفر النمريتور، يعني اقول له ال 4 اوفر 3 مره واحده، يبقى ممكن اقول له كده وتان سيتا ايكوال مين؟ 4 اوفر 3 بس. يبقى تان انا عندي الساين ده بتاع الساين وده الكوزين، والتان هقول له والله النمريتور اللي فوق التان بتاع النمريتور بتاع الاولاني، يعني النمريتور بتاع الواي اوفر النمريتور بتاع الاكس، يعني اقول له هنا ال 4 اوفر 3. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ طب نروح ناخد اكزامبل تاني عندنا هنا بقى، ركز معايا عشان هناخد مين كل الترايجونومتريك فانكشنز كلها. بيقول لي هنا ايه؟ find all trigonometric functions of the angle whose measure is theta. بيقول لي drawn in the standard mean in the standard position. بيقول لي its terminal side intersects the unit circle at the point 5 over 13 و 12 over 13. طيب اهم حاجه عنده هو عاوز مين؟ قال لي كل الترايجونومتريك فانكشنز. فانا اقول له الساين، قال لي والله ده الساين اللي هو الواي هيبقى كام؟ هقول له 12 اوفر 30. طيب لو انا حبيت اجيب الكوسيك، قال لي اللي فيها اس هنا بتاخد، او اللي فيها اس اولها اس تاخد اللي اولها سي، فانا عندي دي بس اعمل ايه؟ بشقلبها هنا 12 اوفر 13، يبقى دي اقول له 13 اوفر 12. طب انا عايز اجيب الكوزين، قال الكوزين اللي هو الفيرست كوردينيت اللي هو كام؟ هقول له 5 اوفر 13، يبقى انا عندي هنا 5 اوفر 13. طب انا عندي دي اولها اس او اولها سي اللي هي الكوزين، تاخد اللي اولها اس هنا اللي هي السك، فبدل 5 اوفر 13 لا هتبقى عباره عن 13 اوفر 5. طب لو انا حبيت اجيب التان، انا لسه قايل لك باخد التاني على الاولاني، يعني باخد ال 12 اوفر ال 5، هاخد الواي النمريتور بتاع الواي على النمريتور بتاع الاكس، يعني اقول له من هنا 12 اوفر ال 5. طب والكوتان؟ قال لي لا شقلبها، بدل ما هي 12 اوفر 5 هتبقى عباره عن 5 اوفر 12. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ نروح للكويشن اللي بعده. الكويشن بعد كده عندنا هنا بيقول لي فايند اول trigonometric فانكشنز، برضه نفس النظام، للانجل هوز ميجر بكام؟ قال لي بسيت، وبرضه مع موجوده هنا في الستاندرد بوزيشن، بيقول اتس تيرمينال سايد بكام؟ قال والله انترسكت ذا سيركل يونت او ذا يونت سيركل ات ذا بوينت نيجاتيف هاف اند واي. فبيقول لي وير، مديني شرط ان الواي جريتر ذان زيرو. خلي بالك من الشرط ده، الواي جريتر ذان زيرو يعني ايه؟ يعني بوزيتيف، يعني مش هاخد النيجاتيف. تمام. طيب وانا مش لسه قايل ان الاكس تو ذا باور 2 او الفيرست كوردينيت بلس الواي كوردينيت اللي ده تو ذا باور 2 ده تو ذا باور 2 يدينا 1؟ قال اه. يعني انا عندي من هنا المفروض ان ده هي تو ذا باور 2، ركز بقى معايا كده، يعني انا عندي من هنا ايه؟ هقول المفروض ان النيجاتيف هاف تو ذا باور 2 بلس الواي تو ذا باور 2، ركز عشان كل الافكار زي الحته دي، مش هعمل حاجه ثانيه اكتر من كده. هقول الاولاني تو ذا باور 2 بلس الثاني تو ذا باور 2 كل ده ايكوالز 1 بس، يبقى اقول بلس واي تو ذا باور 2 ايكوالز 1. فانا عندي ال1 تو ذا باور 2 او نيجاتيف 1 تو ذا باور 2 قال لي ال1 كده كده او الباور 2 يطير مين؟ النيجاتيف، فبقت 1 اوفر 2 تو ذا باور 2 قال لي 4 بلس هقول له واي تو ذا باور 2 كل ده يدينا مين؟ قال لي 1. انا عاوز اجيب الفاليو بتاعت الواي، سهل، اعمل ايه؟ قال لي دي بالبوزيتيف تروح الناحيه الثانيه هنا بالنيجاتيف، يبقى منها على طول اقول له ان الواي تو ذا باور 2 ايكوالز هيبقى 1 ماينس 1 اوفر 4، تطلع لي بكام؟ قال لي ب 3 اوفر 4. طيب يا سيدي، لان ال1 عباره عن 4 اوفر 4 ماينس 1 اوفر 4 تطلع لي ب 3 اوفر 4، مش عارف اعملها بالكالكليتر. طيب انا عايز اجيب الواي بس، هقول له يبقى من هنا الواي ايكوال، انا جبت من هنا الواي ايه؟ قال لي خدت والله سكوير روت لمين؟ قال لي للواي تو ذا باور 2، يبقى من هنا نفس النظام اخد سكوير روت لده. فلما اخد سكوير روت لده ما انساش البوزيتيف اور نيجاتيف لان دي ايكويشن. طيب وسكوير روت لمين؟ هقول له لل 3 اوفر 4. مش انا عندي من هنا يا مستر، هو لسه قايل لي مديني شرط يا حبيبي اهو ان الواي جريتر ذان زيرو، اه يعني ما ينفعش اخد مين؟ النيجاتيف، لان انا عاوز البوزيتيف، يبقى اشيل ده خالص واقول له من هنا يبقى الواي ايكوال. الواي ايكوال هقول له سكوير روت لل 3 اللي هيفضل زي ما هو بسكوير روت لل 3. طب سكوير روت لل 4 اللي هيبقى ب 2، يبقى انا عندي دي طلعت لي بكام؟ الواي طلعت لي بسكوير روت لل 3 اوفر 2 بس، يبقى انا من هنا الواي اهو بقت عباره عن روت اوف 3 اوفر 2. لحد هنا كلام جميل. طيب يا سيدي بعد كده بقول انا عاوز الساين، ما انا لسه قايل لك الساين اللي هي الواي يبقى بكام؟ قال لي بروت اوف 3 اوفر 2. الكوزين اللي هو الفيرست كوردينيت اللي هو هنا بكام؟ اقول له نيجاتيف 1 اوفر 2. انا عاوز اجيب بعد كده، لا ثانيه، ده انا كده جبت الكوسيك، لا احنا عاوزين مين؟ قال لي ثانيه، ده انا عاوزين الكوسيك مش الكوزين. الكوسيك قال لي شقلب الساين فهتبقى عباره عن مين؟ هقول له 2 اوفر روت اوف 3.
طب انا عاوز اجيب الكوزين، انا لسه قايل لك الكوزين اللي هي نيجاتيف 1 اوفر 2. طب انا عاوز اجيب السيك اللي شقلب دي. بص لو في نيجاتيف، النيجاتيف كده كده بيفضل دايما ثابت في النمريتور فوق، فهيبقى النيجاتيف اهو شقلب دي بدل ما 1 اوفر 2 اللي المفروض يبقى 2 اوفر 1. طب 2 اوفر 1 بكام؟ اللي هي ب 2، يبقى انا عندي ده هتطلع لي بنيجاتيف 2 بس. طب التان انا لسه قايل لك باخد النمريتور بتاع الاولاني ده على النمريتور بتاع ده، فالمفروض ان هو عباره عن روت اوف 3 اوفر النيجاتيف 1. انا لسه قايل لك لو عندي نيجاتيف يتشال من تحت واعمل ايه؟ قال والله احطه فوق، يبقى انا اشيله من تحت من هنا واحطه فوق اهو. فبقى عندي من هنا روت اوف 3 ديفايدد 1 اللي هيطلع لي روت اوف 3 بس، يبقى انا عندي ده هتفضل زي ما هي كده روت اوف 3 او نيجاتيف روت اوف 3. طب انا عاوز اجيب الكوتان، المفروض دي كانت المفروض هنا اوفر 1، لا يبقى انا شقلبها، شقلبها اخلي ال 1 فوق واقول له، ودايما النيجاتيف فوق واقول له مين؟ اوفر روت اوف 3. فعندنا كده ازاي يا شباب؟ كل الافكار اللي جايه ان شاء الله على الحته دي، ان الاكس ده باور 2 بلس واي ده باور 2 ايكوالز 1. نروح الكويشن اللي بعده، اللي بعده نفس النظام، بيقول انا عندي من هنا برضو عاوز كل تراجونوميتريك فانكشنز نفس الحكايه، ومديني البوينت بتاعته عباره عن مين؟ الاكس ونيجاتيف 0.6، وبيقول انا عندي الاكس جريتر ذان 0، ده هو مديني الشرط ده. طيب مش انا لسه قايل لك ان الاولاني تو ذا باور 2 بلس الثاني تو ذا باور 2 ايكوالز 1؟ طيب فالاولاني هنا مين؟ قال الاكس تو ذا باور 2 اهو، او نكتبها هنا اقول له اكس تو ذا باور 2 بلس، هنا اقول له حطها كده جوه ده واقول له مين؟ هقول له بدل ما هي نيجاتيف 6 تو ذا باور 2 او نيجاتيف 0.6 انا ممكن اخلي ديت اظبطها شويه. ازاي؟ قال لي ممكن اخليها عباره عن نيجاتيف 6 اوفر 100 اوفر 10 بس تو ذا باور 2، كل ده ايكوالز مين؟ هقول له ايكوالز 1. طب جميل، بعد كده اعمل ايه؟ هقول له والله انا عندي اولا ده تو ذا باور 2 هيبقى الاكس تو ذا باور 2، اقول له بلس انا عندي نيجاتيف 6 تو ذا باور 2، قلت لك الباور بيطير النيجاتيف على طول، فيبقى تي عباره عن 36 اوفر 10 تو ذا باور 2 قلب 100. لحد هنا كلام جميل. طيب يا سيدي بعد كده هقول له كل ده ايكوالز 1، انا عندي النيج او 36 اوفر ال 100 تروح الناحيه الثانيه بابوز الساين، يبقى منها ان الاكس تو ذا باور 2 ايكوالز هيبقى 1 ماينس 36 اوفر 100، تطلع لي بكام؟ اقول والله يبقى تطلع لي من هنا اقول له ايكوالز 64 اوفر 100. طيب انا عاوز اجيب الاكس بس، بقول له الاكس ايكوالز ايكوال زي المفروض ان انا هاخد سكوير روت لمين؟ ال 64 اوفر 100. طيب لما اخد سكوير روت ليها مش المفروض ان انا احط بوزيتيف ونيجاتيف عشان دي تو ذا باور 2؟ الله. طب خلاص يا سيدي، بس انا عندي هنا قال ده في شرط ان الاكس جريتر ذان 0 يعني ما ينفعش النيجاتيف، يبقى انا من هنا هشيل النيجاتيف ده خالص هتبقى بوزيتيف بس، فهتبقى اخد سكوير روت لل 64 قال لي ب 8 وسكوير روت لل 100 بكام؟ قال لي ب 10، يبقى انا طلعت الاكس بكام؟ قال لي ب 8 اوفر 10، يبقى بعت البوينت بتاعته عباره عن 8 اوفر 10 تمام، اللي هي بكام؟ قال 0.8 نخليها 8 اوفر 10، والثانيه هتبقى بكام؟ هقول له نيجاتيف 6 اوفر 10 هي هي بس، وتن اعملها من هنا انا عايز اجيب الساين اهي، هقول له نيجاتيف 6 اوفر 10 ادي نيجاتيف او نيجاتيف نيجاتيف 6 ثانيه هقول له نيجاتيف 6 اوفر 10. طب اللي بعدها الكوسيك اللي شقلبها فيبقى عباره عن نيجاتيف، هيفضل زي ما هو النيجاتيف واقول له 10 اوفر 6 اوفر 6. طب اللي بعدها عاوز اجيب الكوزاين، ها الكوزاين هتبقى عباره عن مين؟ قال والله المفروض باخد الاولاني الفيرست كوردينيت اللي هو اقول له 8 اوفر 10 يبقى 8 اوفر 10. طب والسك شالبها هتبقى عباره عن مين؟ هقول له 10 اوفر 8. طب لو انا حبيت اجيب التان، انا لسه قايل لك التان باخد الواي على الواي يبقى نيجاتيف 6 اوفر 8، يبقى اقول له من هنا نيجاتيف 6 اهو ادي نيجاتيف 6 اوفر 8. طب لو حبيت اجيب الكوتان شقلبها يبقى عباره عن نيجاتيف برضه ثابت كده كده واقول له ادي ال 8 اوفر 6. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ نروح الكويستشن اللي بعده، اللي بعدها نفس النظام، بيقول لي عاوز فايند اول ذا تريجونوميتريك فانكشنز، بيقول لي الانجل الميجر بتاعها ثيتا، وبرضه نفس النظام مرسومه في الستاندرد بوزيشن اسمها، بيقول لي انا عندي هنا التيرمينال سايد بتاعها انترسكت زي يونت سيركل ات ذا بوينت نيجاتيف اكس واكس، بيقول انا عندي الاكس برضه جريتر ذان 0. طيب جميل، مش انا لسه قايل لك ان الاولاني تو ذا باور 2 بلس الثاني تو ذا باور 2 ايكوالز 1؟ اه هو ده اللي احنا هنعمله، يعني اقول له انا عندي من هنا نيجاتيف اكس، خلي بالك واقول له تو ذا باور 2 بلس الاكس تو ذا باور 2 كل ده ايكوالز 1، فانا عندي من هنا كده كده لسه قايل لك ان الباور 2 يطير النيجاتيف، فهيبقى اكس تو ذا باور 2 بس بلس اكس تو ذا باور 2 كل ده ايكوالز 1، اكس تو ذا باور 2 واكس تو ذا باور 2 اللي ادينا 2 اكس تو ذا باور 2 ايكوالز 1. طب يا سيدي انا عاوز اجيب مين؟ انا عاوز اجيب الاكس بس، بعمل هنا ديفايد 2 واعمل هنا ديفايد 2 تمام. فبقى دي تروح مع بعضها، اتفضل لي الاكس تو ذا باور 2 ايكوالز، انا عاوز اجيب الاكس بس يبقى اعمل ايه؟ هاخد سكوير روت لده
وانا عندي هنا باور 2 اي بقول له الاكس ايكوال. طالما قال لي باور 2 او قال لي طالما عندي هنا ده الشرط مديهولي ان الاكس جريتر ذان 0 خلاص يبقى اخد سكوير روت لده. فلما اخد سكوير روت لل1 قال لي ب1، ولما اخد سكوير روت لل2 قال لي هيفضل زي ما هي سكوير روت اوف 2. يبقى انا عندي من هنا اوفر سكوير روت اقول كده اوفر روت اوف 2. حد هنا تمام؟ اه. يبقى انا البوينت بتاعتي اتغيرت بقت عباره اشيل الاكس واحط مكانها هيبقى نيجاتيف 1 اوفر اقول له روت اوف 2، وهنا هيبقى عباره عن 1 اوفر روت اوف 2 بس. طب جميل، انا لو حبيت اجيب الساين هقول له الواي اللي هي هنا بكام؟ قال لي 1 اوفر روت 2 اوف 2، بقول له 1 اوفر روت اوف 2. طب الكوسيك شقلبها المفروض روت اوف 2 اوفر 1 يعني تدينا روت اوف 2 بس. طب انا حبيت اجيب الكوزين هقول كنت هي الاولاني هيبقى نيجاتيف 1 اوفر روت اوف 2. طب انا عندي من هنا حبيت اجيب السيك قال لي كده كده النيجاتيف بيفضل موجود، واقول انا عندي شقلب دي بدل ما 1 اوفر روت اوف 2 هيبقى روت اوف 2 اوفر 1، ادي روت اوف 2 اوفر ال1 اللي هي بروت اوف 2. طب حبيت اجيب التان انا قايل لك التان ده اوفر ده يعني المفروض 1 اوفر النيجاتيف 1، طبعا النيجاتيف هيتشال من تحت اهو يبقى النيجاتيف اتشال من تحت فبقى هنا مين؟ قال لي ال1 او النيجاتيف 1 اوفر 1 يعني بقت نيجاتيف 1 بس. طب دي لو حبيت اشقلبها برضو نفس النظام هيبقى نيجاتيف 1 او 1 اوفر نيجاتيف 1 اللي هيطلع لي برضو بكام؟ بنيجاتيف 1. فعملناها كده ازاي يا شباب؟ نروح الكويستشن اللي بعده. الكويستشن اللي بعده بيقول لي فايند اول تريجونومتريك فانكشنز لمين؟ قال الانجل هوز ميجر عباره عن سيتا، والدرون ان ذا ستاندرد بوزيشن، والاتس تيرمينال سايد انترسكت ذا يون سيركل ات ذا بوينت. ايه البوينت؟ قال لي نيجاتيف 4 نيجاتيف 4a و 3a، والوير a جريتر ذان 0. اهم حاجه عند الشرط ده ان الa جريتر ذان 0 بس. يبقى انا هاخد الاولاني تو ذا باور 2 بلس الثاني تو ذا باور 2 ايكوالز 1 بس. يبقى اقول له من هنا نيجاتيف 4a اول تو ذا باور 2 بلس 3a اول تو ذا باور 2 كل ده ايكوالز 1. طيب افك يا سيدي من هنا، طبعا النيجاتيف هيروح مع الباور فضل لي 4 تو ذا باور 2 قلب 16 فبقى 16a تو ذا باور 2 بلس 3 تو ذا باور 2 قلب 9 هيبقى a تو ذا باور 2 ايكوالز 1. 16 بلس 9 يطلع لي 25. يبقى انا عندي من هنا اقول له ادي 25 a تو ذا باور 2 ايكوالز 1. طيب انا عاوز اجيب مين؟ ال a بس. يبقى من هنا ديفايد 25 ومن هنا ديفايد باي 25 ده يروح مع بعض. اتفضل لي ان ال a تو ذا باور 2 ايكوالز 1 اوفر 25. انا عاوز اجيب ال a بس. اه يبقى اقول له ال a ايكوالز. ليه ايكوالز؟ زي هقول له هاخد سكوير روت لل 1، ما انا باخد سكوير روت للنمريتور والدنمينيتور بقول له ب 1، وسكوير روت لل 25 اللي هيطلع عندي ب 5 يبقى دي طلعت لي 1 اوفر 5. طيب جميل، انا لحد الان ما جبتش البوينت، انا جبت الاي لازم اعوض هنا بابا عشان اعرف اجيب البوينت. فانا مثلا هنا المفروض نيجاتيف 4a يعني ملتبلاي 1 اوفر 5، فيبقى نيجاتيف 4 ملتبلاي 1 اللي هيطلع لي نيجاتيف 4. يبقى انا عندي البوينت بتاعتي هتبقى نيجاتيف 4 اوفر ال 5. طيب جميل، البوينت الثاني انا عايز اجيب الكوردينيت الثاني المفروض 3a يعني 3 ملتبلاي 1 اوفر 5، هيبقى 3 ملتبلاي 1 اللي ب 3 فتطلع لي 3 اوفر ال 5 بس. لحد هنا كلام جميل. عاوز اجيب بقى الساين والكوزين. الكوزين احنا قلنا مين؟ الكوزين عندنا هنا نيجاتيف 4 اوفر 5 بدل الكوزين نيجاتيف 4 اوفر 5. شقلبها عشان اجيب السك بقول له نيجاتيف 5 اوفر ال 4. انا بشقلب من غير ما اغير الاشاره. طب اللي بعدها الساين اهي ب 3 اوفر 5. عاوز اجيب الكوسيك اللي شقلبها يبقى عباره عن 5 اوفر 3. التان قال والله باخد الاولاني التاني على الاولاني فهيبقى عباره عن 3 اوفر النيجاتيف 4. طب انا لسه قايل لك النيجاتيف ما بيتحطش تحت في الدنمينيتور يبقى احطه فوق فبقت نيجاتيف 3 اوفر 4. هنا برضو عايز اجيب الكوتان هقول له والله انا هخلي النيجاتيف فوق وشقلب الفراكشن بس هيبقى بدل ما 3 اوفر 4 هيبقى نيجاتيف 4 اوفر 3. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ نروح الكويستشن اللي بعده. الكويستشن اللي بعده بيقول لي فايند برضو اول تريجونومتريك فانكشن الانجل سيتا. خلاص اتحفظت. مدينا البوينت بتاعت ايه بقى؟ ركز بقى معايا في الحته دي. البوينت بتاعتي عباره عن 3 اوفر 2a ونيجاتيف 2a. طيب ومديني شرط كمان، ايه هو الشرط ده؟ بيقول انا عندي السيتا مالها؟ قال لي جريتر ذان 3 باي اوفر 2 وليس ذان 2 باي. طيب احنا مش واخدينها قبل كده يا ابني في الكوردينيتس، ان انا عندي مثلا ده عباره عن 2 باي، ده عباره عن 2 باي، وده قال لي 3 باي اوفر 2 الله، وده عباره كان الباي، وده كان عباره عن مين؟ قال لي باي اوفر 2. ده بتاع السيشن اللي فاتت يا حبيبي لو تفتكر. فانا عندي من هنا ال2 باي ديت اللي هي عباره عن مين؟ قال لي والله ال2 باي اللي هي 360 ودي 270 اهي دي 360. خلي بالك بقى معايا، فبقول انا عندي السيتا جريتر ذان 270 وليس ذان 360 يعني موجوده هنا في المين؟ قال لي في الربع ده في الكوادرنت ده اللي هو ده الفورث كوادرنت. طيب ايه اللي انا هستفاده؟ قال لي والله يا سيدي انا استفاد من هنا ان انا عندي ده هيكون بوزيتيف، ده الاكس بوزيتيف والواي هتكون نيجاتيف. طيب الاكس
اللي هي الاولانيه، والواي هتكون الثانيه. يعني انا عندي من هنا هتكون عباره عن مين؟ البوزيتيف ونيجاتيف، يبقى انا الكوردينتس بتاعتها هتبقى عباره عن بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى انا الاولاني ده لازم يطلع لي بوزيتيف والثاني ده لازم يطلع لي نيجاتيف. تمام، بس يا سيدي هو ده كل الفكره. يبقى انا عندي عرفت دي ان هي موجوده في الفورس، في مين؟ اللي موجوده في الفورس كوادرنت. طيب يا سيدي بعد كده هعمل ايه؟ هقول لك ركز معايا. هقول له الاولاني تو ذا باور 2 بلس الثاني تو ذا باور 2. طيب يبقى اقول له الاولاني تو ذا باور 2 اللي هو عباره عن 3 اوفر 2a اول تو ذا باور 2 بلس الثاني تو ذا باور 2، يعني اقول له نيجاتيف 2a ودايما احطها جوه كوس اول تو ذا باور 2 ايكوالز 1. فك يا سيدي، اقول له 3 تو ذا باور 2 قلب 9 فبقت عباره عن 9، 2 تو ذا باور 2 قلب 4، اقول له والله 8 تو ذا باور 2 بلس نيجاتيف 2 تو ذا باور 2 قلب 4 واقول له 8 تو ذا باور 2 ايكوالز 1. انا عندي من هنا 9 اوفر 4 8 تو ذا باور 2 بلس 4 تو ذا باور 2 اعمل ايه؟ قال لي والله يا سيدي اجمعها، ممكن اجمعها على الكالكليتر اهو. بس اقول له انا عندي من هنا تاني جاي في فراكشن واقول له ادي 9 اوفر 4 بلس مين؟ هقول له بلس 4 بس تطلع لي قال لي 25 اوفر 4، بقول له كل ده ايكوالز المفروض ادي 25 اوفر 4 a to the power 2 equals 1. انا عاوز اجيب مين؟ انا عاوز اجيب الفاليو بتاعت الايه. خلاص يا سيدي انا عندي دي هنا موجوده، اوديها الناحيه الثانيه، دي المفروض معمول لها مالتبلاي تروح الناحيه الثانيه معمول لها ديفيجن، او اعمل لها مالتبلاي في المالتبليكيتيف انفرس، يعني شقلبها. اقول والله انا عايز اتخلص من ده، اودي الناحيه الثانيه بالشقلوب بس. فاقول انا عندي من هنا ال a to the power 2 equals هيبقى ال 1 مالتبلاي هيبقى 4 اوفر 25. الكلام ده كله بتاع اعدادي وابتدائي، ولكن عندنا بالراجع يعني. طيب 1 مالتبلاي 4 اوفر 25 هتطلع لي بكام؟ قال لي 4 اوفر 25. يبقى انا عندي دي من هنا اقول له ال a to the power 2 equals مين؟ قال لي 1 4 اوفر 25. انا عاوز اجيب ال a بس، اعمل ايه؟ خلاص يبقى اقول له من هنا ال a equals خد سكوير روت للنمريتور وسكوير روت للدنومينيتور، فسكوير روت لل 4 قال لي 2 وسكوير روت لل 25 قال لي 5. انا كده جبت ال a، ما جبتش مين؟ ال اسمها اللهم صل على محمد البوينت بتاعتي. طب اعمل ايه؟ عوض هنا عن ال a بكام؟ قال لي 2 اوفر 5. يبقى انا عندي من هنا المفروض البوينت بتاعتي، تركز بقى معايا، انا لو قلت له 3 اوفر a او 3 اوفر 2 مالتبلاي 2 اوفر 5، فانا 2 تروح مع 2 تفضل لي البوينت بتاعتي هتبقى عباره عن 3 اوفر 5. ادينا جبنا اول بوينت. طب والثانيه؟ بقول له عباره عن نيجاتيف 2a، فدي النيجاتيف 2 ال a ب 2 اوفر 5 بقول له مالتبلاي 2 اوفر 5، فانا اقول له 2 مالتبلاي 2 قال لي 4 فتطلع لي نيجاتيف 4 اوفر 5. بس كده الله، بس كده يبقى انا كده جبت مين؟ قال لي البوينت بتاعتي بس. يبقى انا عندي من هنا هي دي مين؟ البوينت. عايز اجيب بقى الساين والكوزين، ادي الساين وادي الكوزين. الساين هقول له نيجاتيف 4 اوفر 5. طب عايز اجيب الكوسيك شقلبها فيبقى نيجاتيف واقول له 5 اوفر 4. عاوز اجيب مين تاني؟ قال انا عاوز اجيب الكوزين الاولانيه اللي هو الفيرست كوردينيت هيبقى 3 اوفر 5. عاوز اجيب هنا مين؟ قال والله عاوز اجيب السكند كوردينيت او عايز اجيب السك. لا السك بعمل ايه؟ هقول والله شقلبها يبقى 5 اوفر 3. طيب لو انا حبيت اجيب التان هقول له التان ثانيه، التان عباره عن خد النمريتور ده على النمريتور ده فيبقى النيجاتيف 4 اوفر 3. اجيب الكوتان قال النيجاتيف هيفضل ثابت زي ما هو، وبدل دي مثل ما 4 اوفر 3 هيبقى 3 اوفر 4. يبقى انا فعلا طلعت لي بوزيتيف ونيجاتيف زي ما احنا كنا مطلعين. انا قلت لك هنا الاكس هيطلع لي بوزيتيف والواي هيطلع لي مين؟ نيجاتيف. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ نروح للكويسشن اللي بعده. الكويسشن اللي بعده نفس النظام، ركز بقى معايا. بيقول لي عندي هنا ايه؟ برضه نفس النظام، عايز اول تريجونومتريك فانكشنز للانجل سيتا، ومديني كمان البوينت بتاعت اكس وهاف، ومديني شرط. ايه هو الشرط؟ قال لي الاكس جريتر ذان باي اوفر 2 وليس ذان باي. طيب الباي يا حبيبي قلنا اللي هي عباره عن 108، يعني ممكن اشيل دي واقول له 108 اوفر 2 اللي هي ب 90، يعني كانه بالظبط بيقول لي ان انا عندي السيتا جريتر ذان 90 ودي هقول له ليس ذان 180 بس. يعني دي موجوده فين؟ قال لي في السكند كوادرنت اهو. عايز اتاكد، ما دي عباره عن ال 180 وده بكام؟ قال 90. طيب مش انا عندي ده عباره عن الاكس دي بالنيجاتيف والواي بالبوزيتيف، يبقى البوينت بتاعتي لازم تطلع لي نيجاتيف وبوزيتيف. يبقى انا عندي الاكس لازم تطلع لي، الفيرست كوردينيت لازم يطلع لي نيجاتيف، الفيرست كوردينيت لازم يطلع لي مين؟ نيجاتيف. ركز بقى معايا في الشرط ده. يبقى تاني هو مديني الشرط ده عشان يعرفني، يقول له والله ان البوينت بتاعتي هتكون الاكس فيها نيجاتيف والواي فيها بوزيتيف. هو مديني الواي بوزيتيف كده كده، فاضل لي اجيب مين؟ الاكس نيجاتيف. طيب مش انا بقول له الاولاني تو ذا باور 2 بلس الثاني تو ذا باور 2 ايكوالز 1؟ خلاص يا سيدي نشتغل بالشرط ده. هقول له انا عندي من هنا الاكس تو ذا باور 2 بلس الهاف تو ذا باور 2 كل ده ايكوالز 1، فيبقى اكس تو ذا باور 2 هتفضل زي ما هي اكس تو ذا باور 2 بلس 1 تو ذا باور 2 قلب 1 اوفر 2 تو ذا باور 2 اللي هي 4 كل ده ايكوالز 1.
فانا عندي من هنا هقول له ده يروح الناحيه الثانيه بأوبز الساين، يبقى منها الاكس وذا باور 2 ايكوالز هيبقى 1 ماينس 1 اوفر 4. تطلع لي بكام؟ قال لي ب 3 اوفر 4، يبقى اقول له من هنا الاكس تو ذا باور 2 ايكوال 3 اوفر 4. طيب ده الاكس وذا باور 2، انا عاوز اجيب يا مستر الاكس بس. يبقى اقول له الاكس ايكوال، مش المفروض كانت ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف عشان ده تو ذا باور 2؟ واقول له سكوير روت اهو، كنت بقول له سكوير روت لمين؟ قال لي 3 اوفر 4. طيب انا عندي من هنا، قال لي لا ده انا عاوزها ان بوزيتيف ولا نيجاتيف، قال لي ده هو مديني الشرط انها لازم تطلع نيجاتيف. عرفت منين؟ قال لي ده هي موجوده في السكند كوادرانت، وفي السكند كوادرانت الاكس هتكون بنيجاتيف. ارسم يا بابا الكوردينيتس اللي عندك دي وانت تطلع لي بوزيتيف ولا نيجاتيف. شوف هنا مديني الشرط ايه، قول والله ان هي موجوده في السكند كوادرانت. عرفت منين ان دي 90 ودي 180؟ تمام، يبقى هي ما بينهم يعني موجوده هنا في السكند كوادرانت. تمام، طيب يبقى انا لازم اطلع الاكس بايه؟ قال لي بنيجاتيف. خلاص يبقى انا من هنا دي هتبقى المفروض هتطلع لي نيجاتيف، واقول له سكوير روت 3 اللي هيفضل زي ما هو سكوير روت 3. يبقى انا عندي من هنا اقول له ايكوال، ادي الاكس او ايكوال اكس نيجاتيف، ارجع بس نمسح شويه اللي فوق دول، اقول له نيجاتيف سكوير روت 3 هيفضل زي ما هو سكوير روت 3، وال 4 سكوير روت ليها هيبقى ب 2. يبقى انا عندي البوينت بتاعته اتغيرت، فبقت عباره عن ايه؟ اللي بقت عباره عن اهو نيجاتيف روت اوف 3 اوفر 2 ومين؟ والهاف. فهمناها كده ازاي؟ طب جميل، عايز اجيب بقى الساين والكوزاين. الساين اللي هي السكند كواد اللي هي اللي عندي من هنا السكند كوردينيت اللي هي بكام؟ هقول له ب 1 اوفر 2. يبقى انا عندي من هنا اقول له الساين عباره عن 1 اوفر 2. الكوسيك شقلبها تبقى عباره عن مين؟ قال لي والله 2 اوفر 1 اللي هي ب 2. طب انا لو حبيت اجيب الكوزاين، انا قلت لك باخد الفيرست كواد او الفيرست كوردينيت اللي هو عندي هنا مين؟ قال لي النيجاتيف روت اوف 3 اوفر 2. عاوز اجيب السيك، قال لي شقلبها بس النيجاتيف هيفضل فوق في النمريتور ما بينزلش تحت، فيبقى 2 اوفر روت اوف 3. طب حبيت اجيب الثاني، قلت لك النمريتور الاول الثاني على النمريتور الاولاني، النمريتور الثاني هنا مين؟ قال لي ال 1 اوفر، النمريتور الثاني هنا مين؟ قال لي والله اللي هو بروت اوف 3، والمفروض هنا نيجاتيف تحت، لا اخلي النيجاتيف فوق. طب ده قال لي النيجاتيف هتفضل زي ما هي ثابته، بدل ما هي نيجاتيف 1 اوفر روت اوف 3 لا هتبقى عباره عن نيجاتيف روت اوف 3 اوفر 1. وطبعا عندي من هنا ال 1 في الدنومينيتور مالوش لازمه، لان كده كده بعمل ديفايد عليه. تمام كده شباب، نروح الكويشن اللي بعده. الكويشن اللي بعد كده عندنا هنا بيقول لي ايه؟ if theta belongs to مديني الانترفال بتاعتي من نيجاتيف او من اول 3 باي اوفر 2 لحد 2 باي. بيقول لي انا عندي الثيتا بتاعتي يعني موجوده فين؟ في انهي كوادرانت؟ انا لسه قايل لك اهو، طالما من هنا 3 باي اوفر 2 يعني عباره عن كانها 270، او ممكن اخليها هنا 3 باي اوفر 2، وهنا دي عباره عن مين؟ قال لي 2 باي. يعني الثيتا موجوده فين؟ قال لي في الفيرست كواد في الفورث كوادرانت. طيب لما تكون موجوده في الفورث كوادرانت، قال لي خلي بالك ده الاكس وده الواي، فالواي تحت هنا نيجاتيف والاكس قال لي بوزيتيف. يبقى انا عندي لازم تطلع لي الكوردينيتس بتاعته عباره عن مين؟ قال لي بوزيتيف ونيجاتيف، لازم تطلع لي كده بوزيتيف ونيجاتيف. تمام، طب جميل، فمديني هنا مديني ايه كمان؟ قال لي بيقول لي كوزاين ثيتا ايكوال 5 اوفر 13، فاين اي فايند اول تريجونومتريك ريشيوز. طيب هو هنا مديني الكوزاين، فالكوزاين اللي هي بتاعت مين؟ قال لي الاكس. يبقى انا عندي من هنا المفروض البوينت بتاعته عباره عن مين؟ هقول له 5 اوفر 13 ومين؟ هقول له واي. انا عاوز اجيب الواي، الواي لازم تطلع لي نيجاتيف. طب مش انا لسه قايل لك ان انا عندي من هنا يا بابا، انا ممكن نجيبها بكذا طريقه اهو، ممكن نجيبها بكذا طريقه، ممكن والله اعملها عن طريق الثيتا، جدوى عباره عن مثلث زي ده، واقول انا عندي من هنا الكوزاين عباره عن الادجيسنت اوفر الهايبوتنس، فانا عندي الهايبوتنس ده هيبقى ب 13 وده ب 5. تمام، يبقى ده هيطلع لي بكام؟ قال لي ب 12. يبقى انا لو حبيت اجيب الواي اللي هي الساين هتطلع لي ب 12 اوفر 13. طيب ممكن نجيبها بطريقه ثانيه، ايه هي؟ اقول له ده تو ذا باور 2 بلس ده تو ذا باور 2 يدينا 1. يبقى انا عندي من هنا المفروض ان انا اقول له ان ال 5 اوفر 13 اوفر ثانيه كده، اقول له كده ارجع، هقول له انا عندي من هنا 5 اوفر 13 اول تو ذا باور 2 بلس واي تو ذا باور 2 كل ده ايكوالز 1. انا عندي من هنا 5 تو ذا باور 2 اللي هي بكام؟ اللي عباره عن 25، يبقى دي عباره عن 25 اوفر 13 تو ذا باور 2 اللي هي بكام؟ ال 169 بلس واي تو ذا باور 2 كل ده ايكوالز 1. ده يروح الناحيه الثانيه بأوبوزيت الساين، يبقى منها الواي تو ذا باور 2 ايكوالز هيبقى 1 ماينس 25 اوفر 169. طيب جميل، تطلع لي بكام؟ قال لي تطلع لي ب 144 اوفر 169. انا عاوز اجيب الواي بس، يبقى اقول له الواي ايكوال، المفروض هاخد سكوير روت ال 20 ال 144 بكام؟ قال لي عباره عن 12، وال 169 السكوير روت بتاعها بكام؟ قال لي والله السكوير روت بتاعها يطلع لي ب 30. بس ثانيه، ايه هي؟ قال لي انا عندي الواي لازم تطلع لي مين؟ نيجاتيف. ليه؟ لانها موجوده في الفورث كوادرانت،
يبقى انا عندي من هنا بدل ما عباره عن 12 over 13 لا هقول له، يبقى انا عندي من هنا اقول له الواي ايكوال، اقول له كده يبقى الواي ايكوال اقول له نيجاتيف 12 over 13. لان المفروض يا ابني ان انا بقول له بص نمسح شويه دول كده اهو، اقول له المفروض ان انا عندي من هنا ايه، ان الواي ايكوال سكوير بوزيتيف اور نيجاتيف للسكوير روت لمين؟ قال لل 144 over 100 مين 69. انا عندي قلت لك دي موجوده في الفورث كوادرنت يبقى خلي النيجاتيف اهو، يبقى خلي النيجاتيف وسكوير روت ال 144 قال لي 40 ب 12 يبقى اقول له نيجاتيف 12 اوفر سكوير روت ال 169 قال لي 30. طب جميل كده احنا جبنا الواي اه، يبقى انا كده جبت مين؟ البوينت بتاعتي. يبقى اقول له انا عندي من هنا ان البوينت بتاعتي اقول له كده اهو البوينت اهو، البوينت اللي عباره عن مين هقول له 5 اوفر 13 ومين هقول له نيجاتيف 12 اوفر 13. طيب جميل، انا عايز اجيب ايه بقى؟ قال لي الساين والكوزين والكلام ده كله، انا هجيب لك مثلا 2 3 وانت كمل باقي بقى، احنا حفظناها. اقول له انا عندي من هنا الساين سيتا ايكوال ايه المفروض عندي من هنا؟ السكند كوادرنت السكند كوردينيت اللي هو عندي هنا بكام؟ قال لي نيجاتيف 12 اوفر 13. طب لو حبيت اجيب الكوسيك مثلا كوسيك، يلا انا عندي من هنا الكوسيك هتبقى مين؟ شقلبها هتبقى عباره عن نيجاتيف، اقول له نيجاتيف 13 اوفر 12 بس. طب لو حبيت اجيب كوزين سيتا فالكوزين هنا ايكوال ايه؟ هقول والله 5 اوفر 13. طب لو حبيت اجيب السك اقول انا عندي من هنا السك سيتا ايكوال ايه؟ هقول له يبقى 13 اوفر 5. طب لو حبيت اجيب الثاني يلا مش مشكله ادينا جبناهم كلهم، اقول له تان سيتا ايكوال ايه؟ اقول والله ده اوفر ده يعني نيجاتيف 12 اوفر مين؟ اوفر ال 5. طب لو انا حبيت اجيب الكوتان سي ارجع اقول له انا حبيت اجيب الكوتان سيتا ايكوال ايه؟ هقول له والله شقلبها هيبقى عباره عن نيجاتيف 5 اوفر 12، هقول له نيجاتيف 5 اوفر 12. فهمناها كده ازاي يا شباب؟ نروح الكويشن اللي بعده. ده بقى اخر كويشن معانا برده نفس النظام، بيقول لي ايه؟ ركز معايا. مديني من هنا السيتا مالها؟ اقول له جريتر ذان 180 وليس ذان 270. طيب بص يا سيدي نفسي ادي هنا ال 180 وادي هنا ال 270، هي ما بينهم اه، فانا مش انا عندي ده الاكس هنا كانت بالنيجاتيف والواي تحت هنا اللي برضه بالنيجاتيف، يعني الاكس نيجاتيف ها، يعني الاكس نيجاتيف والواي نيجاتيف اه، يبقى الاثنين لازم يطلعوا لي نيجاتيف. تمام طيب هو مديني هنا ايه كمان؟ قال لي مديني الكوزاين، فالكوزاين دي اللي هي عباره عن اكس، فانا اقول له المفروض الكوزاين اللي هي عباره عن نيجاتيف 4 اوفر ال 5، فاقول له واي هي دي مين؟ السيتا، يبقى اقول له المفروض ليت ذا سيتا ايكوالز كذا، طيب او البوينت بتاعتي ايكوالز كذا. فانا المفروض ده تو ذا باور 2 بلس ده تو ذا باور 2 يطلع لي بكام؟ قال لي ب 1. يبقى انا عندي من هنا اقول له المفروض نيجاتيف 4 اوفر 5 تمام، اول تو ذا باور 2 بلس واي تو ذا باور 2 كل ده ايكوالز 1. فانا عندي من هنا نيجاتيف 4 تو ذا باور 2 قال لي يطلع لي ب 16، اظن بقى الموضوع اتحفظ والله. 5 تو ذا باور 2 قال لي ب 25، هقول له بلس واي تو ذا باور 2 ايكوالز 1. طيب انا عندي من هنا ده يروح الناحيه الثانيه بأوبزيت ساين، يبقى منها الواي تو ذا باور 2 ايكوالز اقول له 1 ماينس 16 اوفر 25 يدينا كام؟ اللي عباره عن 9 اوفر 25. ال1 اللي هو عباره عن 25 اوفر 25 يحصل لو ما انتش عارف يعني. طيب هقول له يبقى من هنا ان الواي بس ايكوال زي، هقول له المفروض ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف واخد سكوير روت لل9 اوفر 25، بس انا لسه قايل لك ان الاثنين لازم يطلعوا لي نيجاتيف، الاكس نيجاتيف والواي نيجاتيف. طيب يبقى انا عندي من هنا هقول له دي لازم تطلع لي نيجاتيف، يبقى دي لازم مالها تطلع لي نيجاتيف. يبقى انا عندي هنا المفروض هقول له الواي ايكوال نيجاتيف، ثانيه كده هقول له انا عندي من هنا ايه؟ الواي ده اهي ايكوالز نيجاتيف وسكوير روت ال 9 قال لي ب 3 وسكوير روت ال 25 قال لي بكام؟ قال لي ب 5. يبقى انا كده جبت له الواي، يبقى انا كده جبت له البوينت كلها، يبقى البوينت بتاعته عباره عن نيجاتيف 4 اوفر 5 ومين هقول له وي نيجاتيف 3 اوفر ال 5. طيب انا حابب بقى اجيب مين؟ يلا هجيب الترايجونومتريك فانكشنز كلها والترايجونومتريك ريشيوز. هقول له انا عندي من هنا الساين سيتا ايكوال ايه؟ هقول له والله النيجاتيف 3 اوفر ال 5. طيب لو حبيت اجيب السيك سيتا يلا هتبقى ايكوال ايه؟ هقول له شقلبها يبقى نيجاتيف 5 اوفر 3. طب اللي بعده حبينا نجيبه كوزين سيتا، اقول له انا عندي من هنا كوزين سيتا ايكوال ايه؟ هقول له الكوزين سيتا الاولاني هيبقى هو مديها لي اصلا بنيجاتيف 4 اوفر 5. طيب لو حبيت اجيب السيك او اللي انا عندي من هنا، احنا جبنا الساين والمفروض انا عندي من هنا دي الكوسيك، معلش دي يا شباب هتبقى دي عباره عن كوسيك سيتا، دي غلطه، دي عباره عن الكوسيك سيتا. طب هنا الكوزين لو حبيت اجيب السك بقى، السك مقلوب مين؟ قال الساين او مقلوب الكوزين، فتبقى عباره عن مين؟ هقول له نيجاتيف 5 اوفر 4. طب لو حبيت اجيب التان سيتا
هيبقى عباره هاخد النمرتور بتاع ده على النمرتور بتاع ده، فيبقى النيجاتيف 3 اوفر النيجاتيف 4. فانا عندي النيجاتيف يروح مع النيجاتيف يعني 3 اوفر 4. يعني انا عندي دي على طول اقول له ايكوال ايه؟ هقول له 3 اوفر 4. اقول له ايكوالز، اقول له ايكوالز 3 مين 3 اوفر 4. طيب يا مستر لو احنا حبينا نجيب الكوتان سيتا، هقول له الكوتان سيتا ايكوالز شقلب دي هيبقى 4 اوفر 3 بس. فهمناها كده ازاي؟ ونكون كده ان شاء الله خلصنا السيشن دي كامله. وانتظرونا ان شاء الله في السيشن الجايه هناخد فيها ليسون عندنا، او هو نفس الليسون ولكن هناخد فيها الساين بتاعت مين؟ الترايجونومتريك فانكشنز، وهناخد فيها الترايجونومتريك فانكشنز للسبيشال انجلز اللي احنا قلنا عليها ال 30 ومثلا وال 45 وال 60 وال 90 وال 180 وهكذا. وكل عندنا الهوم ورك بتاعنا ان شاء الله عندك مين؟ الاكسرسايز بتاعت الورك بوك تحلها. لو عجبك الشرح ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت سبسكرايب في القناه. اشوفكم على خير ان شاء الله في السيشن الجايه والسيشن الجديد. مع السلامه.